أعلنت وكالة أنباء الإمارات وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقالت الوكالة إن وزارة شؤون الرئاسة أعلنت الحداد الرسمية وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما اعتبارا من اليوم، إضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ل3 أيام. يعد واحدا من أكثر الشخصيات السياسية تأثيرا حول العالم بحسب التصنيفات الدولية. نشأ في كنف والده مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد، ونال منه الخبرات العملية في إدارة الشؤون السياسية والاجتماعية. نرصد سيرة الشيخ خليفة بن زايد وأبرز المناصب التي تقلدها في هذه السطور. عند الحديث عن الشيخ خليفة بن زايد يتبادر إلى الأذهان تلك الصور المحفورة في ذاكرة الأجيال المتعاقبة حول مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي ورث عنه الفقيد الخبرات السياسية والقيادية التي مكنته من قيادة الدولة لقرابة عقدين من الزمن. في هذا التقرير نرصد سيرة الراحل الشيخ خليفة بن زايد وأبرز المحطات التي رافقت مراحل حكمه في مختلف الميادين. في قلعة المويجعي بمدينة العين، مركز تفرع آل بوفلاح من قبيلة بني ياس وعائلة آل نهيان، ولد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عام 1948. عاش الشيخ خليفة مع عائلته بمدينة العين، وتلقى تعليمه المدرسي في ذات المدينة بالمدرسة النهيانية التي أنشأها الشيخ زايد. قضى الشيخ خليفة معظم طفولته رفقة والده في واحات العين والبريمي، فقد حرص والده الشيخ زايد على اصطحابه في معظم نشاطاته وزياراته اليومية في المنطقة التي كانت ولا تزال رافدا زراعيا واقتصاديا لإمارة أبوظبي ومركزا استراتيجيا رئيسيا لأمن المنطقة. كان أثر الشيخ زايد كبيرا في نجله خليفة، حيث ظل ملازما له في المهمات الشاقة لتحسين حياة القبائل أنذاك. كما استفاد الشيخ خليفة من المجالس العامة في تكوين مهارات القيادة السياسية والاحتكاك بهموم المواطنين. في أغسطس عام 1966، وحينما انتقل الشيخ زايد آل نهيان إلى مدينة أبوظبي حاكما لها، عين نجله الشيخ خليفة وهو ابن 18 عاما فقط ممثلا له في المنطقة الشرقية ورئيس المحاكم فيها. بدأ الشيخ خليفة في السير على خطى والده هناك، واستمر في تنفيذ المشاريع التنموية وخاصة المتعلقة بتحسين القطاع الزراعي. بدأ الشيخ خليفة بعدها بسنوات شغل العديد من المناصب الرئيسية، حيث أصبح المسؤول التنفيذي الأول لحكومة والده، كما تولى مهام الإشراف على تنفيذ جميع المشاريع الكبرى قبل أن يصبح ولي عهد إمارة أبوظبي ويتولى مهام دائرة الدفاع فيها عام 1969. في يناير من عام 1974 بدأ الشيخ خليفة في شغل منصب رئاسة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والذي حل محل الحكومة المحلية في الإمارة. كان لهذا المنصب أثر كبير في تحقيق برامج التنمية الشاملة للإمارة من بناء المساكن وإمدادات المياه والطرق والبنية التحتية وغيرها. احتلت الخدمات الاجتماعية جزءا كبيرا من حياة الشيخ خليفة، فقد قام في عام 1981 بإنشاء دائرة أبوظبي للخدمات الاجتماعية والمباني التجارية المعروفة باسم لجنة خليفة. بعدها بعقد تقريبا أسس الشيخ خليفة هيئة القروض لتوفير العقارات لمواطني الإمارة لأغراض السكن والاستثمار. في أعقاب وفاة والده الشيخ زايد عام 2004،
انتخب الشيخ خليفة رئيسا للدولة في 2 نوفمبر من ذات العام، كما أصبح في ذلك الوقت حاكما لإمارة أبو ظبي خلفا لوالده الشيخ زايد. بعد تقلده الحكم أطلق الشيخ خليفة خطته الاستراتيجية الأولى لحكومة الإمارات بهدف تحقيق التنمية المستدامة، كما أشرف على تطوير قطاعي النفط والغاز والصناعات التحويلية وبقية الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية. على الصعيد السياسي أطلق الشيخ خليفة مبادرة لتطوير السلطة التشريعية عبر تعديل آلية اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بشكل يجمع بين الانتخاب والتعيين، مما يتيح اختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخابات مباشرة من شعب الإمارات. استمر الشيخ خليفة فيما بدأه منذ سنوات في تقديم الإغاثات الإنمائية للدول والشعوب المحتاجة، حيث تعد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ثالث أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في الدولة، ووصلت مساعداتها لأكثر من 70 دولة من حول العالم. أطلق الشيخ خليفة خلال مسيرته في الحكم عددا من المبادرات الرائدة، منها مبادرة جائزة الشيخ خليفة للامتياز، وجائزة خليفة التربوية، وصندوق معالجة الديون المتعثرة، ومبادرة إحلال المساكن القديمة، ومبادرة أبشر لتأهيل ومشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، ومبادرة عام الابتكار وعام القراءة، ومبادرة عام الخير وعام زايد وعام التسامح. هذا بالإضافة إلى العديد من المبادرات الاجتماعية الأخرى التي ساهمت في بروز دولة الإمارات إقليميا ودوليا. وينضم إلينا من المنامة عبر الهاتف المستشار نبيل الحمر، مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام. سيد نبيل، بدءا إذا أردنا أن نتذكر ونستذكر هذه السيرة العطرة للراحل الشيخ خليفة، ما الأجدر بأن يقال؟ أولا أحييكم في هذا اليوم، وبداية أعزي دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعب بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه في فسيح جناته. لا شك بأن الشيخ خليفة بن زايد هو كما وصفه اليوم أخي محمد بن زايد، أقاد مرحلة التمكين، وبالتالي فهو استكمل المرحلة التي بدأها صاحب السمو المغفور له الشيخ زايد في تأسيس الدولة، واستكمال العلاقات العربية والدولية في كل النواحي. وكان له دور لا شك دور كبير بحكم علاقاته الطيبة والمميزة مع كل قادة دول العالم. لقد تشرفت أنا شخصيا بمعرفة أو بالتعرف على ومقابلة سمو الشيخ خليفة بن زايد حينما كان ولي العهد، وكنت في ذلك الوقت أعمل صحفيا وأجريت لقاء صحفي مع سموه. كان بطبيعة الحال متميزا بطيبة أخلاقه وسموه، ويعني دمث الأخلاق، وكان يعني حديثه يغلب عليه الطيبة والبساطة في ذلك الوقت. هو لا شك مؤسس لكثير من النواحي في الدولة، دولة الإمارات، وكما أذكر فهو الذي أسس ويعني أشرف على تأسيس الجيش الاتحادي وجيش أبو ظبي وجيش الاتحادي، وكان له دور كبير في هذا الشأن بحكم أنه أيضا يعني عسكري في الأساس والتكوين. يعني الشيخ خليفة يعني لا شك أن المرض الذي أصابه قد يعني حد من 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 إمكانية أن يعني يعطي أكثر مما، ولديه أحلام كثيرة في تأسيس في 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 دولة الإمارات، خاصة أنه ابن زايد وهو امتداد للشيخ زايد الذي أسس دولة الإمارات وأسس الكثير من العلاقات العربية والدولية على أسس سليمة وعلى أسس من المحبة والصداقة، وكان عهده عهد خير للجميع.
نعم، على المستوى الدولي وخاصة الخليجي سيادة المستشار، أهم العناوين الأبقى أو المراحل أو المداخلات الحاضرة أو التي تبقى في الذهن من أداء الرجل طيلة نحو عقدين من الحكم؟ لا شك انه في 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 كما ذكرت في السابق انه امتداد لمرحلة الشيخ زايد، ومرحلة الشيخ زايد يعني في تاريخ الإمارات لها أهمية كبيرة. فهو عندما استلم الراية من المغفور له الشيخ زايد استلمها بقوة وبعنفوان، واستطاع ان يطور من السياسة التي وضع أساسها المغفور له الشيخ زايد، وبالتالي فهو كان شريكا قويا وشريكا مندفعا نحو التنمية الخليجية مع إخوانه قادة دول مجلس التعاون. فهو بالتالي شريك مهم، وأيضا له لمسات كثيرة في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أنا وأيضا بالنسبة للعلاقات العربية ودوره في الانفتاح مع دول العربية ككل، خاصة الدول التي يعني أرادت أن أو أراد هو أن يسهم في عجلة التنمية في كثير من الدول العربية التي وجدناها بشكل واسع على مستوى الوطن العربي. الشيخ خليفة بن زايد هو وإخوانه كلهم أهل خير، أسسهم الشيخ زايد، وها هم الآن يقومون بواجبهم نحو بلدهم ونحو إخوانهم في الخليج وفي الدول العربية. تبقى معنا أستاذ نبيل، معنا ضيف ثاني أو مداخلة أخرى نود أن نستذكر مع ضيوفنا اسم الرجل. معنا الآن من الكويت معالي الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. دكتور الحجرف، مؤكد أن نسأل عن البعد الخليجي في سياسات الرجل وتصوره للحكم وإسهاماته الكبيرة، لكن قبل ذلك وأنت بالتأكيد على اطلاع وعلى الصلة والتقيت الفقيد، على المستوى الإنساني بماذا سيخلد التاريخ الشيخ خليفة؟ شكرا على الاستضافة، وأنا أتحدث الآن من الرياض ليس من الكويت. في هذا اليوم احنا نودع قامة كبيرة كشيخ خليفة بن زايد، وكما هو رحيل الكبار يتركون أثرا وإرثا، يتركون أثرا بالغا في مساهماتهم نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية على مستوى دولهم وشعوبهم، يتركون إرثا زاخرا في عطائهم اللامحدود والذي سيبقى مدرسة يستنير بمبادئها الكثيرين في المستقبل. الراحل الشيخ خليفة هو امتداد للشيخ زايد رحمة الله عليه، والذي شهد انطلاق وولادة مجلس التعاون دول الخليج العربية في مدينة أبوظبي في 25 مايو 1981. نعم. والذي ساهم مع أخوانا أصحاب الجلالة والسمو في تدعيم وتعزيز هذه المسيرة وخدمة كل جوانب التكامل الخليجي وفق ما يلبي طموحات أصحاب الجلالة والسمو، وأيضا ما يلبي تطلعات المواطن الخليجي وما يحقق الأمن والاستقرار لدول مجلس التعاون ولمجتمعاتها، وأيضا أبعد من ذلك للأمتين العربية والإسلامية والإنسانية في جمع. نعم. اليوم الشيخ خليفة بن زايد يرحل وهو خريج لمدرسة الشيخ زايد بكل ما تحمل من مبادئ في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، فهي جملة من المبادئ التي شكلت عقيدة راسخة في الدبلوماسية والسياسة الإماراتية، والتي ساهمت بلا شك في تعزيز مسيرة مجلس التعاون وفي خدمة
الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة بشكل كامل. نعم، في كلمة التأبين الشيخ محمد بن زايد شقيق الفقيد الشيخ خليفة بأنه وصفه بأنه قائد مرحلة التمكين. مرحلة التمكين هذه في على المستوى الاتحادي الإماراتي، إذا أردنا أن نوجز عناوينها الأبرز، ما أكثر ما ميزها على مستوى السياسات والحوكمة وربما حتى الاستشراف؟ وهي مرحلة التمكين بحكم أن الشيخ خليفة بن زايد رحمة الله عليه هو ثاني رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد في عام 71. الرئيس الأول كان الراحل الكبير الشيخ زايد رحمة الله عليه، والرئيس الثاني هو الشيخ خليفة رحمة الله عليهم جميعا. وبالتالي جاء دور الشيخ خليفة ليرسخ لهذه المدرسة بكل أبعادها، ليس فقط المحلية، وأنا متأكد بأن الضيوف من دولة الإمارات سيكون أقدر على تسليط الضوء على جوانب هذه السياسة الحكيمة في إطار الدولة الاتحادية، ولكن أيضا في بعدها الخليجي وبعدها العربي والإسلامي والإنساني. هي منظومة متكاملة استطاعت هذه المرحلة بقيادة الشيخ خليفة رحمة الله عليه وأخوانه قادة دولة الإمارات العربية المتحدة أن ترسخ وجود دولة الإمارات العربية كصوت للحكمة، كعامل استقرار، وكعامل بناء، وكرائدة في طرح المبادرات الكبيرة وفي مسابقة الزمن لتحقيق كل تقدم ورقي، وبل قفزات نوعية تحققت للأشقاء في الإمارات خلال فترة قياسية من الزمن، في الوقت الذي قد تستغرق فترات أطول في بعض الدول والشعوب الأخرى. وبالتالي مرحلة التمكين هي التي اليوم ينعم فيها الأشقاء في الإمارات بكل هذه المنجزات، والتي هي مبعث فخر واحتجاز لنا جميعا في مجلس التعاون. وأنا مؤمن بأن هي منجزات تشهدنا جميعا بالفخر والاعتزاز خارج أيضا حدود مجلس التعاون كمواطنين عربيين، وأيضا في أبعادها في الأمة الإسلامية والإنسانية في جماعة. اليوم إذا استشهدنا فقط الشهر قبل الماضي اختتام إكسبو، والذي جمع أكثر من 20 مليون شخص من جميع دول العالم، احتضنت إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وبرهنت للعالم أجمع ما يمكن أن تقوم فيه وتساهم فيه دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التواصل الإنساني، والذي هو أصبح أشد حاجة في ظل كل هذه المتغيرات التي تحدث، والتي نحن أشد الحاجة إلى أن نكون هناك هذا الصوت الذي استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تساهم فيه وبكل كفاءة وباقتدار. ونحن مؤمنين بأن هذه المبادئ تكون دائما حاضرة في رسالة دولة الإمارات في أبعادها الإقليمية والدولية الإنسانية والمحلية أيضا بكل تميز. أشكرك جزيل الشكر معالي الدكتور نايف الحجر فالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تحدثت إلينا عبر الهاتف من الرياض. أعود لضيفنا من المنامة ونحن نراوح بين ضيفينا. سيادة المستشار الحمر، بودي أن أسأل عن العلاقة ما بين المنامة وأبو ظبي، وأنت تتحدث إلينا من المنامة، أي دفع أي إسناد قدمه الراحل لهذه العلاقة البينية والخليجية المميزة ما بين الدولتين؟ لا شك أن هذا الشيء له أهميته، خاصة إذا علمنا بأن هناك علاقة كبيرة وقديمة بين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد منذ فترة الدراسة، وهو صديق يعني امتدت علاقة بشكل يعني كبير، وكنا حينما نرافق جلالة الملك يحرص جلالة الملك سواء في
في زياراته إلى الإمارات أو حتى إذا التقى معه في الخارج، حريص على حريص الاثنين حريصين على الالتقاء مع بعضهم البعض وتناول الأحاديث بما يعني يطور من العلاقة بين الشعبين والدولتين الشقيقتين. هذا له تأثير كبير، ومثل ما ذكرت لك أن خليفة بن زايد هو امتداد للمغفور له الشيخ زايد، فهو أيضا جلالة الملك حمد امتداد لعيسى بن سلمان طيب الله ثراه، والاثنين يلتقون في حب شعوبهم وتمني الخير لشعوبهم وللشعوب الأخرى. كما ذكر الأخ الدكتور الحجرف الأمين العام أن امتازت سياسة دولة الإمارات بالحكمة، وهذا شيء أكيد، لأن على مدى السنوات منذ تأسيس دولة الإمارات وحتى اليوم لم نرى غير الحكمة في تناول الأمور في السياسة العرب الخليجية والعربية والدولية، وهذا طبعا يسجل في سجل تاريخ القائد الراحل خليفة بن زايد. أشكرك كل الشكر سيادة المستشار نبيل الحمر، مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام، تحدثت إلينا من المنامة، شكراً.